بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مصطفى محمود. هنتكلم اليوم إن شاء الله في الدرس الثالث من منهج ICT إديكسل لطلاب وطالبات الثانوية البريطانية IGCSE، وما زلنا في موضوع Types of Digital Devices. وهنتكلم اليوم عن الفون ديفايسز، والجهاز الأول معنا هو الموبايل فونز. موبايل فونز use a SIM card to connect to a mobile phone network. طبعا جهاز الموبايل فون هو جهاز ديجيتال ديفايس بنستخدمه للاتصال هاتفي بين الاشخاص، ويلزمه وجود شريحة السيم كارد. طيب ايه شريحة السيم كارد دي؟ SIM stands for Subscriber Identity Module. Subscriber Identity Module. And a SIM card is used to identify the subscriber to a mobile phone network. شريحة السيم كارد دي هي شريحة إلكترونية صغيرة بتتركب في جهاز الموبايل فون، وظيفتها الاتصال بشبكة الاتصالات، ومتخزن عليها جميع البيانات التعريفية الايدنتيتي للمشترك. طبعا هي ليها تو فيرجن، الفيرجن القديم كان السايز بتاعه كبير شوية 53 ملي، والإصدار الحديث 25 ملي متر سايز. النوع الثاني اللي معانا هو الـ Specialist Phones. Some mobile phones have specialist features to provide users with functions that meet particular user needs. For example, some phones have an emergency button that is linked to a list of emergency contacts. طبعا أجهزة الـ Specialist Phones دي أجهزة بتنفذ مهام متخصصة للمستخدم. على سبيل المثال هنلاقي فيها كيز بالضغط عليها يتم الاتصال مباشرة برقم الطوارئ المتخزن في الكونتاكت ليست اللي في الموبايل. Other phones meet users accessibility. Examples include the Alto 2 talking phone, which is a specialist mobile phone for blind use. في أنواع تانية من السبيشالست فون متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بتكون شاشتها طبعا أكبر وجودتها أعلى، والفويس بيكون أوضح، حتى الكيبورد بتكون أكبر وواضحة، والزراير أو الكيز بتاعتها بتكون مصممة بحيث برضو تعمل كول للكلوز ريلاتيفز أو الأقارب بطريقة سيمبلي أند إيزي. النوع الثالث اللي معانا من الديجيتال فون ديفايسز هو السمارت فونز. سمارت فونز ار سمول كمبيوترز وذ واي فاي اند موبايل فون كونكتيفيتي تو الاو ذيم تو ميك فون كولز اند اكسس انترنت. اجهزه الموبايل الذكيه او السمارت فون تتميز بخاصيه الاتصال بشبكه الواي فاي، بالتالي هيكون عندها مميزات زياده عن الفون العادي، بجانب انه يقدر يعمل كول عادية لان فيه طبعا سيم كارد متوصلة مع شركة الاتصالات. ممكن انه يتصل بشبكة الانترنت عن طريق الواي فاي. They also include features of other devices such as cameras, media players and handheld game console. من اهم المميزات الاضافية في السمارت فون انه بيكون فيها كاميرا تصوير، وبعض الأجهزة بيكون فيها ميديا بلاير، بعضها الآخر بيكون معاه مشغل ألعاب جيم كونسول. Applications or apps can be downloaded into games consoles. وطالما اليوزر عنده إمكانية استخدام الجيم كونسول، يقدر من خلال السمارت فون إنه ينزل الألعاب من الإنترنت على الجهاز. Most smartphones use a touch screen to allow users to input information. طبعا جميع أجهزة السمارت فونز الشاشة بتاعتها بتكون touch screen أو بتعمل باللمس، بالتالي بتكون for input instruction from user. A virtual keyboard is used to enter text, numbers and other characters. الكيبورد اللي بنكتب من خلالها الكاركترز او النمبر بتظهر على شكل فيرتشوال او افتراضي على شاشة السكرين بتاعة السمارت فون زي ما احنا شايفين.
طبعا من افضل المميزات في السمارت فون هي ان طريقة كتابة النمبر والكاركتر بتكون من خلال لوحة الكيبورد الفيرتشوال اللي بتظهر على السكرين بتاعت الفون، فبيعطي يوزابيليتي او مور يوزابيليتي فور يوزينج. سمارت فونز يوز مور باور ذان اذر تايبس اوف موبايل فون. This means that they have a shorter battery life and need to be charged more regularly than other mobile phones. من أهم العيوب الأساسية لجهاز السمارت فون هي أنه بيستهلك البطارية بشكل أسرع من الموبايلات العادية، وده طبعا بيرجع لإمكانيات الزيادة اللي موجودة في السمارت فون عن الموبايل العادي، لأنك طبعا بتشتغل على ألعاب وبرامج وفيديوهات، فاحنا نقدر نحل المشكلة دي ان احنا اكيد نقلل استخدام الا للضرورة. الجهاز الاخير اللي معانا في درس اليوم هو جهاز تابلت. Tablet devices or tablets are bigger than smartphones but have similar features. Tablet device has a touch screen, apps and Wi-Fi connectivity to provide access to the internet. جهاز التابلت هو نفس مواصفات جهاز السمارت فون، ولكن حجمه بيكون اكبر وفي نفس الفيتشرز او الامكانيات انه يتصل بشبكة الواي فاي والانترنت. Some tablet devices have SIM card slots to allow internet connectivity using the mobile phone network so they can be online when they aren't within range of Wi-Fi signal. في بعض أجهزة التابلت نقدر إن احنا نركب فيها شريحة السيم كارد، بالتالي نقدر نعمل اتصال تليفوني عادي، وكمان ممكن نتصل بالإنترنت لو مفيش شبكة واي فاي، وده طبعا بيتم عن طريق شركة الاتصالات. وفي نهاية درس اليوم معانا مجموعة من الأسئلة، تعالوا بينا نشوفها ونحلها مع بعض. Question 1: A phone offering advanced features, for example, connect to the internet, is known as a number 1, clever phone, number 2, smartphone, number 3, competent phone, number 4, intelligent phone. الهاتف اللي فيه خاصية الاتصال بشبكة الانترنت اسمه ايه؟ طبعا الإجابة هي number 2, smartphone. Question 2: What type of connectivity could a SIM card provide? Number 1: infrared. Number 2: Bluetooth. Number 3: 5G. Number 4: DLNA. طبعا السؤال بيقول ان السيم كارد مرتبطة بأي من الاختيارات التالية. الإجابة هي 5G، لأن 5G أو الجيل الخامس 5 generation لشبكات المحمول أو شبكات الموبايل فون اللي ظهر عام 2017، سرعته بتوصل طبعا ل 8 جيجا بت بير سكند. هو 5G ده مرتبط بشكل مباشر بالاتصالات اللي بتعتمد على السيم كارد. Question 3: What is the meaning of sensor? يعني ايه مصطلح sensor؟ الإجابة هي: Sensor is a device that responds to a physical stimulus such as heat, light, sound, pressure, magnetism, or particular motion and transmits a resulting impulse as for measurement or operating a control. طبعا جهاز السنسور او المستشعر هو جهاز بيكتشف او بيستجيب لاي انبوت بيجيله من السراوندينج انفايرومنت زي الضوء او الهيت او البريشر او الضغط، وبيحولها لاشاره كهربيه الكتريك بالس بتكون مربوطه مع جهاز كنترولر بيقدر انه يترجمها ويتعرف عليها ويظهرها في الاخر على اي شكل من الاشكال زي الفايبريشن او الساوند او اللايت الموجوده في السمارت فون. السؤال الرابع:
give two advantages of using wireless method to connect to smartphone. الإجابة easy move around. Number two, cost of cables. تأكيد من مميزات شبكة الوايرلس اللي موجودة في السمارت فون هي سهولة انك تقدر تتحرك والكوست بيبقى برضو اقل. Question 5. What are specialist phone? Specialist phone is a telephone for particular task or for an environment where an ordinary telephone simply won't do. عرفنا طبعا ان الهاتف المتخصص او specialist phone بيقوم بمهام مميزة او مختلفة عن الفون العادي زي الاتصال بالامرجنسي او احد الاقارب الريلاتيفز بس من خلال الضغط على الموبايل كيز، وده طبعا بينفع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة او الاشخاص اللي شغالين في اماكن او مواقع متخصصة باعمال معينة لازم لها يعني سهولة للاتصال. Question 6. List two accessible features in mobile phone أو smartphone. الإجابة spoken feedback. Number two, voice commands. Question 7 and last question. Explain one advantage of using hosted applications with tablet computers. Explain one advantage of using hosted applications with tablet computers. الإجابة use less system resources. Use less system resources. Number two, apps update regularly. Apps update regularly. عندنا طبعا مجموعة من المميزات لاستخدام الابس على جهاز التابلت، من اهمها انه استهلاك اقل لموارد النظام نفسه او الاوبريتنج سيستم بتاع الموبايل، وامكانيه ان تعمل ابديت للبرامج بشكل ريجولري او منتظم.